وبعد أيها المسلمون، البنات ألطف الذريات وهن الحفيات الوفيات، قال صلى الله عليه وسلم: هن المؤنسات الغاليات، رواه أحمد. قال عامر لابن معاوية لما خطب إليه ابنته: يا صعصعة، إنك أتيتني تشتري مني كبدي وأرحم ولدي عندي، والحسيب كفء والزوج الصالح أب بعد أب. تربية البنات شرف للمسلم وأسوة بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، إذ كان أبا لأربع بنات فأدبهن وأحسن تربيتهن. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من رجل تدرك له ابنتان فيحسن إليهما ما صحبتاه أو صحبهما إلا أدخلتاه الجنة، رواه ابن ماجه.